السلام عليكم إخوتي الأبطال في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته. الآن بدأت نهضة أمتنا، ولكن بإذن الله منهجنا بأعلى وأرقى السبل وأجملها. فيا شباب، اعلموا بيقين وخذوا هذه السبع جواهر، أن لكل حلاوة أحلى، ولكل قوامة أقوم، ولكل فضيلة أفضل، ولكل خير أخير، ولكل مكرمة أكرم، ولكل قوة أقوى، ولكل حسن أحسن. فلكل حلاوة أحلى، فأن تنهض الأمة وتبدل أحوالها من الظلم والاستبداد والقهر إلى العدل والحرية والكرامة، فهذا حلاوة. والأحلى منه بنهضتك تسعد البشرية والإنسانية معك، ويعم الخير والسلام والتعاون والتنمية بدل الخصام والحروب. ولكل قوامة أقوم، فالتجديد والتغيير من زرع للخير يبدل حال الناس لما يأملونه ويتطلعون له قوامة. والأقوم منه أن تبني وتتعاون وتصلح على الخير القائم، والمحافظة على المكتسبات القائمة من خير. ولكل فضيلة أفضل، فتنافس الأحزاب والفرق والطوائف للفضيلة حسن. والأفضل منه أن لا تقصي أحدا وتتمسك بالجميع، وأن يربح الكل ويعلو معك بتعاون ومحبة، ويتحقق له ما يريد بل زيادة. ولكل خير أخير، فتقوية صلة الناس مع الله ورجوعهم لربهم وتمسكهم بحبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم خير كبير. والأخير منه أن يغنى الناس عن الحاجة ويكتفوا ماديا، ليسهل عليهم ما سبق، ويسهل عليهم طاعة ربهم ورسولهم وتمسكهم بأخلاقهم ومبادئهم، فيكونوا حقا عبيدا لله وحده، إمامهم الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا غير، الذي أشار أنه إذا كان في آخر الزمان لا بد للناس فيها من الدراهم والدنانير يقيم الرجل بها دينه ودنياه. ولكل مكرمة أكرم، فأن تصل للهدف المنشود كنهضة ووحدة الأمة على ما يحبه ويرتضيه الله ورسوله كرامة. والأكرم أن تصل له دون عنف أو تخريب أو تعطيل أو إقصاء، وبسلمية راقية هادئة بتدرج، لا تتعرض فيها حياة الناس ومصالحهم للخطر. ولكل قوة أقوى، فنصرة المظلوم والمستضعف قوة. والأقوى منه
أن ينجو الظالم ولا يهلك، بل تبدل حاله للأفضل. فمهمتنا القضاء على المرض ومساعدة المريض وليس قتله، والقضاء على الخطأ ومساعدة المخطئ وليس تجريمه. ولكل حسن أحسن، فقد قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وهذا حسن. والأحسن منه قال تعالى منبها: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العظيم. ونقول: شمر الذيلة وبادر للعمل، والزم التقوى ودع عنك الكسل، واهجر القول الذي لا يرتجى منه نفع، وافعل الخير تنل، وإذا قلت نعم فاعمل بها، إنما العاقل إذا قال فعل. وطن النفس على الصبر ولا تكترث يوما إن الخطب نزل، وإذا مسك مكروه فلا تبتئس بالأمر، فالدنيا دول، مرة تسقيك مصابا وكذا، ومرة تسقيك شهدا وعسى. الآن بإذن الله سنبدأ ببرومو من الحلقات، عبارة عن مقاطع عشوائية هيك من جميع الحلقات كل اثنين وخميس، حتى إننا نعرف النهج على إيش بدنا نمشي. الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، عن طريق القناة الرقمية الرسمية الويب سايت في جوجل، في مقدمة هاي وسائل التواصل، لأنه هذا الموقع بإذن الله رح يكون فائدة للجميع في الأمة وعلى جميع اختلاف أعمارهم. ولكن بإذن الله يا شباب نعدكم إن شاء الله بمحتوى قوي جدا وقيم ومختلف وفريد من نوعه، ما ميزه إنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم ظهر في مواطن متكررة برؤى واضحة على شباب كإقرار وتصحيح وإرشاد، وإذن انطلاقة لهذا الأمر برمته في من الجديد والمتعة. أغلب المسلمين من أحرار وغيورين على أمتهم وبالذات البسطاء والمضطهدين ينتظرونه بفارغ الصبر، يخرجنا بإذن الله من حالة الإحباط والتنظير إلى التفاؤل والفعل، نقترب فيه من ربنا ورسولنا إن شاء الله، ونجعل الوقت فيه من مرسل ومتلقي لوجه الله ومحبة فيه، مع حسن الظن فيما بيننا وعدم التعجل بالحكم، بدل الشغل والتحجج بأوقات تافهة ضيعت أعمارنا وضيعتنا. والآن بإذن الله يا شباب نتطلع لأفضل قناة تتعاون معنا وتضمن الحرية الكاملة وتستوعب هذا البرنامج والحدث الكبير كإصدار حصري ومميز لها، تعطيه حقه. فانتظروا موعدنا مع المفاجأة الكبرى بإذن الله، اللي بتعوضنا عن واقع قهري ومخزي وذليل للأمة، والله ولي التوفيق. الود يبقى وحب الله يجمعنا على الإخاء، وطيب القول قد عبق، والقلب يخفق إن هبت نسائمكم،
فصادق الود يجلو الهم والأرق. والله يجزي أضعافا مضاعفة لمن كان لصاحبه قد استبق.